اخترت ان احنا هنا طالما في الخليج اعمل لكم كويتية بما اني عايشة في الكويت، لكن انا عندي خلطة كده من السعودية والكويت والبحرين والامارات، لان في صحاب كتير بيجولي هنا ومعشراهم وبشوفهم، وسافرت دبي وشفت يعني تقاليدهم وعاداتهم في تعطير جسمهم وتعطير عباياتهم وتعطير شعرهم. الحاجات دي والثقافة دي غايبة عننا شوية كمصريين، لان احنا تعودنا في مصر نستحمى ونحط البرفان وخلاص على كده. اما البخور ده يوم الجمعة بنبخر علشان الشياطين والجن، بنبخر او ممكن بعد الظهر بعد ما نخلص تنظيف وترويق، وهوبا يلا نشغل المستكة وحبة البخور علشان بيتنا يبقى نظيف وجميل وزي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم مرة تانية في قناتي قناة موني ستايل، ومعاكي موني. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش بس تدوسي سبسكرايب وكمان تدوسي علامة الجرس عشان يوصلك اشعار كل جديد، وبعد ما يخلص الفيديو تروحوا على الانستجرام تعملوا فولو، وتروحوا كمان على الفيسبوك تعملوا لايك. هناك في الفيسبوك هتلاقوا منتجات موني ستايل من كماليات الحجاب والتربون والطرح والاكمام والمعاصم، حاجات حلوة جدا. اعذروني النهاردة انا عندي برد وصوتي شوية مسكوم، لكن حبيت اعمله النهاردة مش لوحدي، جيت ومعايا ضيفة من فرنسا. ايوه ضيفة من فرنسا، وهي دودي عبدو. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ انا دودي من قناة دودي عبدو. النهاردة هقول لكم على تريكات وخبايا لحط البرفيوم بتاعك عشان خاطر تفضلي ريحتك حلوة لحد لما تروحي البيت، وكل اللي يشم ريحتك هيسألك انتي عاملة ايه عشان خاطر ريحتك تفضل نظيفة كده. وانسوا طبعا موضوع اماكن النبض والحاجات القديمة دي، انا هقول لكم على حاجات جديدة هتعرفوها لاول مرة، فاستنى ان شاء الله اشوفكم في قناتي، ويلا باي باي. طبعا دودي عبدو كلكم عارفينها، بنوتة بتعمل ريفيوهات، بتعمل وصفات طبيعية في منتهى الجمال، بتتكلم عن حاجات كتير، بتنصحك بحاجات كتير. بعد ما يخلص الفيديو بتاعي اتمنى تروحوا عند دودي تعملوا لها لايك وتعملوا لها كمان سبسكرايب وتقولوا لها انكم من عند موني ستايل. واهلا بمتابعين دودي عندي في القناة، اهلا بيكم، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وكمان تعملوا لايك، ويلا بينا على الفيديو. فيديو النهاردة هيكون عن العطور العربية، بس انا مش جاية اقول مفضلاتي ولا جاية اقول مشترياتي ولا جاية اقول ايه هي العطور العربية، بما ان دودي في فرنسا وهتقول لنا العطور الفرنسية المفضلة عندها او اللي بتحبها او اللي بيكون ريحتها ثابتة. طيب انت بخرتي بيتك ونظفتيه وبخرتي يوم الجمعة بعد الصلاة او اثناء صلاة الجمعة وخصوصا والاذان بيأذن، صح؟ مظبوط. امي كمان كانت بتعمل كده، مامتك كانت بتعمل كده. البخور حاجه لازمه جدا وعارفينها كلنا في مصر، لكن مع الثقافات والانترنت والتكنولوجيا الخليج بقى يروح مصر ومصر بقت تروح الخليج، والناس كلها اختلطت، واليوتيوب والانترنت ما خلاش حد مش عارف حاجه، وعلشان كده موني ستايل دايما بتيجي بحاجات تفيدكم. النهارده جيت بازاي نعطر جسمنا زي الخليجيات او زي الخليج عامة، سواء سعودية أو كويتية أو بحرينية. إيه العادات اللي هم تعودوا يعملوها؟ مش بيتبخروا يوم الجمعة، مش بيبخروا البيت يوم الجمعة، البخور يوميا يوميا بعد المغرب أو بعد صلاة المغرب بيحطوا البخور، بيبخروا جسمهم، بيبخروا شعرهم، وبيبخروا بيتهم. وخلي بالك بخور البيت غير بخور العباية، وبخور الشعر غير بخور العباية. أيوة تعرفي المعلومة دي؟ عشان كده أنا جاية النهاردة أديكي شوية تريكس او تريكات اتعلمتها من الخليج، اتعلمتها من اهل الكويت. اول حاجة بيعملوها العباية وهي خارجة او هي حتى قاعدة في البيت لما بتاخد شاور، بعد ما بتطلع بتحط الكريمات اللوشن بتاعها العادي الفرنسي اللي كلنا بنستعمله، واللوشن والحاجات دي هتعرفوا طبعا في قناة دودي، لكن هنا النهاردة في الفيديو بتاعي ايه هي العادات والتقاليد اللي تخلي ريحتك قوية مبخرة ثابتة طول اليوم لحد تاني يوم. تالت حاجة انك تكوني وانت ماشية الناس ما تعرفش الريحة اللي انت حطاها دي ايه جوه البيت، مش بقول بره البيت عشان النقطة دي مهمة جدا، وانت جوه البيت صحابك سلفتك حماتك قرايبك موجودين ستات مع بعض، وعندك جمعة ستات زي ما بيقولوا الكويتيين، بيقعدوا بأزهى وأجمل ما عندهم واحلى ما في الميك اب والعدسات والشعور والكلام ده كله، وكل واحده بتتباهى بالبرفان بتاعها، تيجي تقول لها تقول لك والله ما ادري، طب بخورك اصلي حطيت خلطه على بعضها.
طب بخورك؟ والله ما ادري، يمكن القرشي ولا جنيد ولا ما فاكره. ليه؟ كل واحده عندها الخلطه السريه ومش عايزه حد يعرف خلطتها ايه. ليه؟ علشان تبقى عطرها مميز. الكلام ده عندنا في مصر؟ لا، هما مش ناس رايقه ومش ناس فاضيه، لكن بيموتوا في النظافه وبيموتوا في الريحه الحلوه، وده احلى حاجه في الخليج. يلا عشان ما اطولش عليكم، لو انت عندك عزومه او خارجه رايحه مكان بيه، هتلبسي عبايتك وتتبخري. تعال نشوف كده اتبخرت ازاي وانا عامله خليجيه. زي ما انتوا شايفين في الفيديو دلوقتي، ايه المبخره اللي هتستعمليها؟ مبخرتك اللي هتستعمليها وانت بتعطري عبايتك، طبعا انت بعد الشاور هتستحمي، وبعد كده هتحطي اللوشن بتاعك والكريمات اللوشن والبرفيوم السبراي اللي هو البادي ميست العادي الفرنسي ده، مش هيمنع ابدا انك تحطي ده. وهو دي الخلطه السريه اللي بنقولها، ان احنا بنحط جوه فرنسي وبره عربي، وتعمل بقى ريحه فظيعه. زي ما انتم شايفين انا لابسه العبايه بتاعتي، او هي بتلبس عبايتها قبل ما تخرج رايحه العزومه، بتخش طبعا السياره وبعدين منها على بيت الحريم. زي ما انتم شايفين العبايه، وبتفرد الطرحه بتاعتها وتبدا تبخر. بس في حاجه مهمه جدا، المبخره لازم تكون مقفوله. زي ما انتم شايفين في نوعين من المباخر، مبخره قصيره بتبقى للشعر، ومبخره زي ما انتم شايفين زي الفضيه دي بغطاها. وبتحطي الفحمه بتاعتك، والفحم طبعا مع فحم مخصوص للبخور، ودي كمان معلومه تانية لازم تعرفيها. الفحمه التانية دي بتكون فحمه سريعه الاشتعال، وفي نفس الوقت ما بتطلعش ريحه. يعني ما تروحيش تجيبي الفحم العادي اللي احنا بنشوي بيه اللحمه. وفي مصر اعتقد دلوقتي الفحم للبخور بقى كمان متوفر في علبه كده كرتون زي ما انتم شايفينها، بتكون عباره عن اقراص صغيره تقدري تبخري بيها، وبتكون سريعه الاشتعال. بعديها بتحطي قطعه البخور اللي هي ايه؟ البخور للعبايه. بخور العبايه غير بخور البيت غير بخور الشعر زي ما اتفقنا. بتروحي لبتاع البخور اللي هو طبعا معروف، تقولي له عايزه بخور للشعر وبخور للبيت وبخور للعبايه، يمكن غالي شويه لكن قطعه منه بتعمل ريحه فواحه. هتحطي حته البخور على الفحمه وتبداي بعد كده تتبخري زي ما انتم شايفين في الصوره بالظبط زي الفيديو. بتاخدي قطعه من الطرحه وتسيبي عليها البخار بتاع او دخان البخور. والناحيه الثانيه، طب والعبايه؟ زي ما انتم شايفين هنحط المبخره تحت في الارض، وهنقف عليها زي صلاه عليه صلاه عليه، والسبوع بتاعه الام اللي بتخطي على البيبي وبتخطي على البخور. شفتوا بقى ان التقاليد بتاعتنا قريبه منهم، لكن هم بيستعملوها للصالح. بتقفي على المبخره، وزي ما قلت لك لازم المبخره تكون مغلقه. هتقفي عليها والبخور هيطلع زي ما انتم شايفين من داخل العبايه ويطلع بره العبايه. بتفتحي جزء من العبايه عشان الدخان يطلع لبره، عشان تضمني ان الدخان دخل من جوه العبايه طلع في الانسجه بتاعه القماش. ودي اهم تريك لازم تعرفيه، او اهم تريكه لازم تعرفيه، ان الدخان لازم يتخلخل ويتغلغل داخل قماش العبايه. بعد ما بيدخل الدخان وبتشوفيه ان هو فعلا دخل مظبوط من داخل لبره، هتبداي تستعملي مرشوش. يعني ايه مرشوش يا منال؟ هو ده برفان؟ لا، المرشوش بيكون زي ما انتم شايفين ده، في منه في كل انواع المحلات العربيه، العود، في القرشي، في دار الطيب، في كنوز الطيب، في اماكن كتير. لكن يمكن اكتر حاجه مشهوره موجوده في مصر وموجوده في السعوديه وموجوده عند اي حد بيتفرج عليا عبد الصمد القرشي. ودلوقتي الاونلاين وصفحات الاونلاين ما خلتش حد ما عندوش حاجه، يعني ما بقاش غالي على حد. هو في حاجات غاليه قوي، مش لازم تتغالي وتغالي في الحاجات، هاتي الحاجات اللي سعرها كويس وعليها 50%. يعني مثلا ده مرشوش الملابس، وخلي بالكم ده كمان مرشوش بيستعملوه للستاير وملايات السرير، لكن لو انت شايفاه غالي استعمليه على عباياتك وعلى ملابسك وفقط. ده المرشوش اللي بحبه جدا، في ناس بتحب اللون الابيض اللي هو فانيلا، انا بحب الميست روم لينن سبايسي، ده بحبه جدا. الفكره فيه ايه؟ المرشوش بيكون اخف من البرفيوم، وفي مسك وفي عنبر وفي ورود. اول ما الدخان بيطلع من العبايه انتوا عارفين الدخان بيثبت بدليل ان لو جوزك بيدخن انت بيبقى ريحتك دخان، ولو جوزك طلع مش بيدخن وطلع قاعد في قهوه حد جنبه بيدخن بيرجع ريحته دخان. الدخان اكتر حاجه بتثبت في الهدوم، وعلشان كده الخليجيات استعملوها واستغلوها، مش زينا استغلوها. بعد ما بيطلع البخار بتثبته بالمرشوش حسب اللي انت حباه. في ناس ما بتحبش العود، وفي ناس ما بتحبش المسك، زي ما انت حابه روحي وشمي وشوفي الحاجه اللي انت حباها.
طب هتقولي لي ما انا لما هروح واشم انا ما عنديش عبد الصمد القرش، ما هي موني هتقول لك الحاجات اللي ممكن تعجبك، لكن مش دايما ذوقي زي ذوقك. طيب خلاص كده؟ لا لسه ما تعطرناش. بعد كده بتاخد بقى الخليجيه بتعمل ايه؟ ميكس، يعني عندها عطر فرنسي، عندها عطر عربي، تحط فشت واحده فشت الثانيه وتسيبهم. بقى عندها حطت كام حاجه؟ اربع حاجات، حطت مرشوش ملابس، حطت بخور، حطت عطر فرنسي على عطر عربي، وشم الريحه بقى وقولي لها انت حاطه ايه. لو جدعه تقول لي هي حاطه ايه، هي نفسها هتنسى حطت ايه. ليه؟ الريحه بتكون فواحه قويه ومش عارفين. لو حطيتي انت برفيوم عادي كده شويه وبيروح، لكن الدخان بتاع البخور ثبت لك العطر. يبقى انت كده ثبتتي عطرك بالبخور والعطور والمرشوش. طيب ايه افضل مرشوشات؟ افضل حاجه استعملتها للحين هم دار الطيب والعبد الصمد القرشي. دار الطيب مش موجود في كل مكان، عشان كده انا قلت لكم عبد الصمد القرشي الاول. ده مرشوش اسمه نسايم، وفي له اخو ابن عمه اسمه زفاف. زفاف لونه ابيض، في مسك اكتر، اما ده فيه عود، وده شتوي روعه فوق الروعه. بعد ما بتتبخري وتحطيه انسي يومين ريحتك تحفه. استنوا احنا لسه ما خلصناش، في كمان تعطير الشعر. حتى يا منال بيعطروا الشعر؟ طبعا ده احنا في الخليج يا حبيبه منال. بتعمل ايه في الشعر؟ تعال نشوف كده وانا لابسه واروكه بيعملوا ايه في الشعر. طبعا زي ما انتم شايفين انا لبست دي فوق الطرحه علشان اوريكم ازاي. مبخره الشعر بتكون شويه مختلفه، مبخره الشعر بتكون صغيره وبرده متغطيه، ولازم لازم تكون متغطيه، خلي بالك لانك ممكن تتحرقي او الشعر ينزل على الفحم لا قدر الله، وفي حوادث كتير بتحصل من كده وبشوفها فعلا في الكويت. خلي بالك كويس قوي وانت بتتبخري، لازم المبخره تكون مقفوله ومحكمه الغلق كويس قوي. اول حاجه بتحطي برده البخور بتاعك، بخور الشعر بيكون اخف، بيكون رقيق كده وغير الجسم خالص، ممكن يكون على مسك، ممكن يكون على مسك ورد، وتبدا تنزل الشعر سواء مبلول او يعني هو لو مبلول طبعا بيثبت اكتر، الدخان هيثبت في الميه بتاعه شعرك، وخصوصا لو حطيتي الاويل بتاعك. مع الاويل كمان بنستعمل عود او خمريه، خمريه الشعر بتكون عباره عن ازازه صغيره بتحطيها في الشعر وهو مبلول وتدلكي بيها فروه الشعر. وفي كمان نقطه مهمه، بتجيبي شعرك كله لقدام وتوطي اكنك بتركعي، والتوطيه دي بتدخلي المبخره او تحطي المبخره تحت دقنك على طول علشان الدخان يطلع ناحيه الودان وناحيه الجزء بتاع الشعر اللي هي منابت الشعر. بيطلع الدخان، واثناء ما الدخان طالع واحنا لسه ما خلصناش بناخد سبراي الشعر، خمرية الشعر سواء اويل او سبراي. تبدأي تنزلي شعرك شوية بشوية، تستني عليه لما الدخان يمسك في الشعر كويس، هتحطي السبراي بتاعك وتغطي شعرك على طول لو انت رايحة مكان هتفردي شعرك فيه، وكده تبقى جهزت. اول ما تقلع الطرحة وتفرد شعرها هيبقوا محتارين بين ريحة الشعر وريحة العباية. بتجيبي المسك وبتحطه كمان بعد ما تبخر عبايتها وتبخر طرحتها وترش المرشوش وتحط العطور، تبدا تحط على ايديها في الرسغ هنا وهنا. ليه؟ عشان لما تسلم عليكي الريحه تفوح اكتر. الحاجات دي مش في عاداتنا، بيقولوا ده ضيع وقت، بيقولوا ده فراغ، لكن ليه ما ندلعش نفسنا؟ وزي ما اتعودت موني ستايل تقول لك دلعي نفسك حتى لو لوحدك، حتى لو اختك، بس انت اختك. عطري شعرك، عطري عبايتك، عطري هدوم بيتك، انك طايره فوق السحاب. العطر يا بنات سبحان الله، الرسول كان بيتعطر، وانت كمان اتعطري جوه بيتك، جوه البيت مش بره البيت. لو انت عندك ستات او لو انت رايحه لستات وضمنا ان انت اللي هتسوقي سيارتك ومن سيارتك لبيت الستات اللي انت رايحاهم. العطر حلم، العطر راحه، ارتاحي ارتاحي، كفايه ضغوط طول اليوم وشم ريحه حلوه. يلا بينا على المفضلات. خلطه سعوديه دي من عبد الصمد القرشي، يمكن هتلاقوا اكتر حاجه عندي من عبد الصمد القرشي، دي اسمها خلطه سعوديه. زي ما انتم شايفين اهي انا مخلصه يعني نصها. خلطه سعوديه من الحاجات الجميله جدا من عبد الصمد القرشي. وعشق المعشوق سنين وسنين وسنين، سفاري عود، في منه اويل وفي منه سبراي. برضو هتلاقوني مخلصه نصه، وبرضو ده قوي ما ينفعش غير في الشتاء.
دول الاثنين من عبد الصمد القرشي. صمد القرشي مسك الختام ده على طول، يعني بتخلص اجيب تاني اجيب تاني. بحب المسك في الصيف طيب، وده كنوز الطيب. دول من اجمل عطور الجسم والشعر من دار الطيب، اسمه عود 200 ملي، وده برضو من سراي. معرفش تعرفوا سراي ولا لا، سراي موجود منه في البحرين ولا السعودية كمان، هو موجود هنا في الكويت. احلى حاجة حبيتها بتاعت الشعر الهيرمست، كان فيه عنده بخور واصفهان وسراي، ثلاث انواع من ده للشعر، ده خمرية الشعر. دي حاجات اللي حبيتها كمان في سراي سيلفر، هم عندهم سيلفر وعندهم حاجة تانية لونها اسود مش فاكرة اسمها ايه، يعني زي الازازة دي في منها احمر في منها اسود، لكن السيلفر حبيتها اكتر. ومن الحاجات برضو اللي بحبها جدا وبرشح اي بنت واي عروسة تجيبها لعرسها او لفرحها حتى لو كان اونلاين، هو عود ورد. بصوا يا بنات، اي عود يتحط عليه ورد بيبقى تحفة. اول مرة اجيبها والاول مرة هجربها، معرفش هكررها تاني ولا لا. بصوا كيوت اهي، عبد الصمد القرشي عود 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 ورد، ده اللي زي بيقولوا عليها البيك اب او الستوك من فروسية. اول ما بيبقى في عرض لازم اجيب فروسية، فروسية من الحاجات العربية الجميلة اللي هي لونها بينك. في فروسية بلاك، لون العلبة بلاك، واعتقد في لون تاني ابيض، ثلاث الوان من فروسية خلي بالك في القرشي، دي اللون البينك. وروحي شميه الثلاث الوان. بالنسبة للبخور، انواع البخور اللي برشح شابور عتيق وتبر العود ومعمول القرشي، التلات حاجات دول بحبهم جدا. وفي كمان العود الملكي، بس العود الملكي غالي قوي، فخلينا في الحاجات اللي نقدر نشتريها. وبكده اكون يا رب اكون وفيت وكفيت. وازاي تثبتي عطرك وتفضلي ريحتك حلوة طول الوقت طول اليوم في بيتك مع اولادك. وشكرا يا دودو على التعاون الجميل والفكرة الجميلة اللي طرحناها مع بعض من الكويت الى فرنسا. هنروح نشوف العطور الفرنسية عند دودي، خلصنا العطور العربية والبخور وننتقل من الخليج الى فرنسا. هتروحوا هناك تشوفوا العطور الجميلة اللي اختارتها لكم دودي، وهتقول لكم اكيد وصفات تثبت بيها العطور برضو الفرنسية. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ومني الخليجية شلون النهاردة عجبتكم. يا رب يكون كنت خفيفة على قلبكم، واهلا بمتابعين دودي. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم قوي واشوفكم على خير. وفي اخر الفيديو زي ما اتفقنا بنروح على الانستجرام نعمل فولو، وكمان نروح على الفيسبوك نعمل لايك. بحبكم قوي.